بعدها مسكرة دينتي يا شيخ. بعدها مسكرة؟ طبيعي بدها تسكر دينتك على هالخطابات اللي عم تسمعها. خطابات؟ بتضلك حاطط لي اياهم على التلفزيونات ليل نهار. ليش مش احلى ما اسمع خطاباتكم انتم يا البلا طعمه؟ لا بلا طعمه. شو شيء بقى له طعمه دخلك ما بفهم. حاش تحكي بقى. انت اللي حاش تحكي. بتظهروا من الجو ونحن الاصول اللي عم نحكي، نحن الاصول. خلاص اعملوا توافق، خلينا ننتخب رئيس ونخلص مع القصه. بشرفك شو؟ لك ايه خلينا شو عم نعمل نحن؟ ما عم تعملوا توافق. اذا بتريد ما تحكيني بالمنطق. شباب اهلا وسهلا فيكم المحل يعني. علينا. بس اعملوا معروف سياسي ما بدنا بالمحل. الله يخليكم. ليك شو في مكتوب وراك هون؟ نحن عنا هون عاملين قانون جديد يعني بالمحل عم يجوا بيعملوا مشاكل يا خيي بالسياسه. ما بدنا نحكي سياسه. بس عم نحكي سياسي ما لا بلا ممنوع تحكوا ولا كلمه سياسه. ها احكوا شو ما بدكم. طيب خلص يا خيي ليه معصب هالقد؟ شو بتحبوا تاخذوا؟ اهلا وسهلا فيكم. ناخذ قهوه. قهوه وسط. انا ايه بس اعملوا معروف بالاماليه، ما تزعلوا مني بس لانه هيدا قانون المحل هون. طيب شو بدنا نحكي يا معلم؟ شباب الو معلم. لا لك يا شباب، لك عم بيروق شوي. لك ما نقول لكم ممنوع الحكي بالسياسه. شو بكون نازلين؟ ما عم نحكي سياسه يا خيي. سياسه يا خيي هينا عم نشتغل هيك. بدو ما سمعتنا حكينا؟ لا قلت مكتوب شيء هون متى ممنوع الاشارات؟ لا انت شو خلص رحنا. خلص مش الحق رح تقبل. لا يا عم خلصوا معه.